حدثنا اصبغ حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ان ابا بكر رضي الله عنه تزوج امراه من كلب يقال لها ام بكر فلما هاجر ابو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيده رثى كفار قريش وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزه تزين بالسنام وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيين السلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام يحدثنا الرسول بأنس نحيا وكيف حياة أصداء وهامي